ايضا نروح نشوف تقرير مع مدير اكاديميات النادي الاهلي. والله الفكره دي طبعا يعني كانت موجوده من السنه اللي فاتت، بس ما كانش عندنا مكان زي الغردقه كده نيجي فيه. لازم نخرج اللعيبه من خارج الاماكن بتاعتها عشان يحصل نوع من الريكريشن، نوع من التغيير يعني. لا طبعا لما جينا سينزو ده انا يخلي من خلال ما يشهده الحقيقه المشاهدين، هذا المكان يعتبر من افضل الاماكن، يمكن من افضل الاكاديميات الموجوده على مستوى يعني جمهوريه مصر العربيه نظرا لهذا المكان المتميز. لكن طبعا نجاح الاكاديميه مرتبط باسم النادي الاهلي، والنادي الاهلي حياه اضاف لهذا المكان يعني سمعه كويسه جدا، بحيث انه دلوقتي هذه الدوره اللي اتعملت فيه يعني عملت اتراكشن او جذبت عدد كبير جدا من الحقيقه اولياء الامور انه جم اشتركوا في اليومين اللي فاتوا دول، ودي حاجه طبعا بتدل على انه موضوع الاكاديميات اللي موجوده في المنطقه وتعمل لها هذا المهرجان بهذا الشكل يعتبر حقيقه نجاح كبير جدا لنا. فكرنا الحقيقه كتير نسمي الاكاديميه دي باسم او الدوره دي باسم مين، وجدنا الحقيقه اقرب شخص موجود يعني طبعا احنا عملنا قبل كده لمؤمن زكريا، وعملنا قبل كده لكابتن ثابت البطل، والمره دي فكرنا عندنا اثنين، عندنا كابتن صفا عبد الحليم الله يرحمه، وعندنا كابتن هاني مصطفى الحقيقه ربنا يشفيه ويعافيه، مريض طبعا بقى له اكثر من 10 سنين حقيقه طريح الفراش. فقررنا ان نسمي هذه الدوره باسم كابتن هاني مصطفى، ونسمي بقى دوري اكاديميات النادي الاهلي اللي هينطلق في يوم 3/2 او يوم 2/2 في مدينه نصر والقطاميه، هنسميه بنسميه دوري اكاديميات كابتن صفا عبد الحليم. النهارده المهرجان عاملينه يعني جينا يوم الخميس والجمعه والسبت، عملنا مهرجان حلو قوي للافرع، بعض الافرع بالاكاديميات في نادي سينزو هنا في الغردقه، وحضروا الولاد وفي اولياء الامور، وكان مهرجان بدايه الافتتاح كان جميل جدا، عملنا افتتاح حلو ومشاركه اولياء الامور مع اولادهم في الملعب والتصوير مع النجوم طبعا، حضور الكابتن اكرامي وحضور الكابتن شطه طبعا، في مواهب جميله وبان منها الموهبه، وفي اولاد تانية بتحتاج للصقل برضو الموهبه اللي عنده، فبيبرز لنا بعض المواهب بنشوفها جميله حتى في حراس المرمى، كابتن اكرامي بيبقى موجود بيبص على حراس المرمى بيطلع لنا برضو حراس ليهم مستقبل ان شاء الله، يخدم بقى الناشئين وبعد كده يبقى نجوم من النجوم، بعد كده بيتقال ان هو كان في اكاديميه النادي الاهلي، ده الهدف بتاع اكاديميه النادي الاهلي على مستوى الجمهوريه ان تبرز لنا المواهب الشابه الصغيره. كابتن شطه هو صاحب الفكره دي من سنتين، كنا عاملين البطوله اول سنه كانت باسم الكابتن مؤمن زكريا، السنه اللي بعدها كانت باسم كابتن ثابت البطل رحمه الله عليه، والسنه دي باسم الكابتن هاني مصطفى ربنا يديله الصحه، وهكذا ان شاء الله. كان عندنا فكره كويسه الحمد لله ان احنا نعملها السنه دي بره القاهره في فرع الغردقه، عندنا يعني فرع في الاكاديميه هنا في الغردقه، والاجواء زي ما حضرتك شايف جميله جدا ومنافسات كويسه، اهم حاجه عندنا ان احنا نطلع ونفرز لعيبه كويسه في الاخر تليق باسم النادي الاهلي، ونعمل حاجه تليق باسم النادي الاهلي. دي اول سنه لينا في الغردقه هنا، واول سنه يتعمل مهرجان كبير كده خارج القاهره وخارج المحافظات لمحافظة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر. الحمد لله يعني كان مهرجان كان مفاجأة بالنسبة لنا، الناس كتير جدا شاركت، ودي أول مرة عشان نعمل مهرجان زي ده باسم الكابتن هاني مصطفى اللي بنداله بالشفاء إن شاء الله، وإن شاء الله تبقى دي أول سنة وإن شاء الله ما تبقاش الأخيرة، يبقى كل سنة إن شاء الله في الغردقة باسم نجم من نجوم النادي الأهلي بإذن الله. النهاردة يوم محفل، دايما إحنا بنقول له دايما محفل، أول مرة يحصل المهرجان الرياضي ده يحصل خارج القاهرة، إحنا كنا دايما بنعمل مهرجانات دايما بنشتغلها على مرحلتين في القاهرة، بس أول مرة إن احنا نخرج بره القاهرة، طبعا ده باسم كابتن هاني مصطفى طبعا كابتن النادي الأهلي، وربنا يا رب يشفيه ويعافيه يا رب إن شاء الله بإذن الله. المهرجان ده احنا بنضم فيه من 2009 لحد 2016 8 مراحل سنية، عاملين دوري من دور واحد، كل فرقة بتلعب 5 ماتشات، وبناخد الأول من كل مجموعة وبيلعبوا النهائي، طبعا هو حاجة احتكاك كويس جدا جدا للعيبة، وبيفرز طبعا منهم برضو ان احنا بنشوف منهم لعيبه كويسه، عشان احنا عندنا طبعا مرحله تانية ان احنا بنختار دوري الاكاديميات ان هم هيلعبوا معانا بطوله ان شاء الله باذن الله في دوري الاكاديميات في القاهره يوم 2/2 ان شاء الله باذن الله، لو حد لعيب مميز ولا حاجه من اي فرع من الفروع بينضم لينا. اللجنه الفنيه بقياده الكابتن شطه والكابتن اكرامي دايما بيبهرونا بالمهرجانات والحاجات الجديده، الولد نفسه اللي بيختاروه بيتابعوا معاه في القاهره بيجي كذا مره تصفيات مره واثنين وثلاثه، وهو ده النادي الاهلي في اختياراته، الولد بيستفاد من الاختيارات دي طبعا، والنادي بيستفاد الحمد لله يعني.
ده كان تقرير مع المسؤولين ومديري أكاديميات النادي الأهلي.